انضم إلينا مشاهدينا في هذه التغطية كذلك السيد أكرم عطلة الكاتب والمحلل السياسي من لندن. نرحب بك في البداية السيد أكرم على شاشة الكوفية. هل تتفق مع ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية بأن اغتيال يحيى السنوار أضعف بشكل كبير حركة حماس؟ مساء الخير لكم ولجميع السيدات والسادة. يعني هذا ليس أول اغتيال، هو أضعف بالتأكيد، أضعف يعني هو في كل مرة تغتال فيها إسرائيل قائدا فلسطينيا، يعني في الأيام الأولى في مساس معنوي، في قدر من الضعف الهيكلي بدعاء ترتيبها، ثم بعد ذلك اعتادت الفصائل الفلسطينية، وهذا تاريخ طويل، اغتالت كل القيادات، كل الأمناء العامين تقريبا للفصائل الفلسطينية، فتح حماس اليوم الشعبية والجهاد الإسلامي تحديدا، كل أمناءهم العامين أو الرؤساء أو الرأس الأول، وبعد ذلك استأنفت القوى حضورها وفعلها. وفي كل مرة إذا ما رجعنا للتاريخ الفلسطيني في تطور، هل هذا مرتبط بالقيادات التي تأتي بعد الاغتيال أنها تصنع تاريخا مختلفا وتاريخا أشد ضراوة من تاريخ الذي يسبق؟ ربما هذا لا يؤثر، تضعف لكنها لا تضعف على المدى البعيد، إضعاف لمدة أيام وربما لأسابيع، كما رأينا عند اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق السيد إسماعيل هنية في الأسبوع الأول، ربما بدأ مؤثر معنويا، بدأ نوع من الضعف، ثم انتهت الأمور بتسلم سيد يحيى السنوار لمقاليد الأمور، وهكذا الحركة ستعود. اليوم الإسرائيليون كانوا يلفتون النظر لمسألة في غاية الأهمية، يقول أنه ملف الأسرى لن يتأثر كثيرا، يعني لأنه محمد السنوار يستلم الملف منذ شهرين، أنه الشهيد يحيى السنوار سلم الملف لأخيه منذ شهرين، لن يؤثر على القتال لأنه الوحدات لا يتصل بالمجموعات ولا بالأنه هيئة الأركان لا يتصل، وبالتالي هي تقوم بعملها بشكل فردي. تحول حماس من المركزية إلى اللامركزية في الفعل الميداني، وبالتالي لا يعطي تعليمات يومية ولا يتلقى تقارير يومية. نحن نعرف أنه يعني على يبتعد عن التواصل والاتصال، ولا يستخدم وسائل الاتصال الحديث ولا الاتصالات ولا غيره، ويتصل يتابع موضوع الأسرى مع الخارج من خلال الرسائل وربما بعض التعليمات البسيطة، وبالتالي هل الميدان سيتأثر؟ لن يتأثر، تأثير معنوي تأثير معنوي، هناك تأثير معنوي لا شك، لكن هل يؤثر على صفقة الأسرى ولا على الميدان ولا على حركة حماس ولا على غيره؟ بالتأكيد لن يكون هناك أي تغيير، ولن يكون هناك أي تأثير على الأقل يعني من هنا لأسبوعين ربما، وبعد ذلك بعد أسبوعين لا أعتقد أنه سيكون يعني الأمر حركة حماس قد توقفت أمام الأمر كثيرا. طيب سيد أكرم، خليل الحية في كلمته اليوم قال بأن استعادة المحتجزين لدى حركة حماس لن تتم إلا بتنفيذ الشروط التي يعني طالبت بها الحركة منذ بداية الحرب، وهي الانسحاب الكامل ووقف العدوان وعودة الأسرى والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. هل تعتقد بأنه ما تزال هذه الشروط يعني واقعية ومن الممكن أن يستجيب إليها الجانب الإسرائيلي بعد اغتيال يحيى السنوار؟ هو الجانب الإسرائيلي لم يستجب بعد قبل ولن يستجيب بعد. إسرائيل ستفحص إذا وهكذا يعتقدون، عندما يقولون أن هذه فرصة لتبادل الأسرى يعتقدون أنه بعد غياب رئيس المكتب السياسي، بعد نجاح إسرائيل في القضاء عليه أو اغتياله، يعتقدون أن حركة حماس ستستسلم وتستقبل بما كانت ترفض سابقا، وسينزل سقفها إلى الحد التي تذعن فيه للشروط الإسرائيلية، وهذا تصور خاطئ وتقدير خاطئ أنه صفقة الأسرى. لا، بعض المتابعين، بعض الآراء، بعض المحللين ومن ضمنهم إسرائيليون يقولون أنه سيكون الأمر أكثر صعوبة، خصوصا الذي تسلم الملف هو محمد السنوار. محمد السنوار يعتبرونه أكثر تشددا وأكثر تصلبا من أخيه رئيس المكتب السياسي للحركة. خبرته وتجربة الإسرائيليين معه أيضا مريرة في هذا الموضوع، نذكر أيام شاليتو الذي تسلم أيضا هذا الملف، لديه خبرة طويلة بهذا الموضوع.
وعمل على تدفيع الإسرائيليين ثمن كبير. ونعرف أنه المفاوضات كانت طويلة وشاقة، وإسرائيل لم ترد تطلق سراح كثير ممن اضطرت لإطلاق سراحهم بفضل إصرار محمد السنوار الذي أرغم إسرائيل، وكما كتب نحوم بارنيع آنذاك، أرغم إسرائيل أو جعل دولة كاملة تجثو على ركبتيها بصفقة وفاء الأحرار. كتب بارنيع، أنا أذكر أنه دولة كاملة تجثو على ركبتيها، هذا محمد السنوار فعل ذلك، لا زال حي، لا زال هو يتسلم هذا الملف، لديه تجربة، لديه خبرة، لديه صلابة، لديه معرفة تامة، لديه أمانة، هذه الأمانة سلمه إياها أبو إبراهيم، وبالتالي لن يكون محمد السنوار، يعني إذا كان لديه قدر من المرونة ربما سابقا الآن لن يقبل، لأنه هذا وعد الشهيد يحيى لزملائه بالسجن، هذه أمانة تسلمها محمد السنوار، لن يكون أكثر مرونة، وبالتالي إسرائيل تفسر الأمور بواد مختلف تماما عن الحالة التي تمر بها. إسرائيل تعتقد أنه باغتيال هذا السنوار يمكن أن تكون حركة حماس قد جثت على ركبتيها، وبالتالي تقبل بما كانت ترفض سابقا، وهو شيء قريب من الاستسلام. هل هذا هو ما يفسر ربط بنيامين نتنياهو في حديثه ما بين اغتيال السنوار واليوم التالي للحرب، خاصة أننا بدأنا نسمع أصوات في الولايات المتحدة تتحدث عن أن الحرب قد شارفت على الانتهاء؟ إن إسرائيل عندما تتحدث عن ذلك تعتقد أنه سيصيب حركة حماس أو أصاب حركة حماس انهيار، وبالتالي انتهت الحرب، لأنه أهدافها هو إزالة حكم حركة حماس، وتذهب أبعد نحو إنهاء وجودها وإنهاء حكم العسكري وإنهاء وجودها المدني وكذا. تعتقد إسرائيل أنه هذا قد يحدث بعد غياب رئيس الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث ب مشاريع أخرى مختلفة، على اعتبار أنه انتهى الرجل المتصلب والذي تسبب بعملية 7 من أكتوبر، وبالتالي هذا يفتح مجال ربما يكون هناك في حركة حماس من لم يكونوا يوافقون الشهيد يحيى بما فعلوا، وبالتالي ربما يتحدثون بشكل مختلف ويفتح المجال. بكل الظروف في اتفاق أمريكي إسرائيلي على أنه لن تحكم حركة حماس قطاع غزة. لا تبتعد كثيرا الولايات المتحدة، لكن لديها رؤية سياسية تعتقد أن هذه الرؤية السياسية وهي إعادة تجديد السلطة، ثم قوة عرب أو حضور عربي، مساهمة عربية، مساعدة السلطة على أن تتمدد لقطاع غزة. هذا حل سياسي لا يريد الإسرائيليون، لأنه السلطة وتمددها لقطاع غزة، سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا يعني الذهاب نحو مشروع حل الدولتين. الأمريكان يتحدثون بمنطق حل الدولتين، ليس لديهم مشكلة، لكن المشكلة الأكبر لدى بنيامين نتنياهو، وبالتالي يعرف أن هذا المشروع، الأمريكان يتحدثون بمشروعهم الذي يتعارض على المدين القريب والبعيد مع بنيامين نتنياهو، هم يتحدثون بمشروع مختلف، اليوم التالي بالنسبة لنتنياهو غير اليوم التالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد أكرم، ما محصلة هذا الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ ما الذي يمكن أن ينتج عنه في نهاية المطاف؟ الآن من الصعب أن نقول، يعني حديث أولي ممكن أن نعطي، لكن نهائيا سيتضح بعد الانتخابات الأمريكية. إذا جاء ترامب مختلف عما إذا أعيد انتخاب مرشح الديمقراطيين أو مرشح الديمقراطيين كاميلا هاريس، أو أعيدت الولاية للديمقراطيين. الديمقراطيون لديهم تصور، وقلت هذا التصور، أنه بالنهاية يمكن أن يذهبوا إلى إعادة إحياء المفاوضات، طبعا لن تكون. الإسرائيلي لا، الإسرائيلي يعتبر أنه هذه فرصة لحسم الملف الفلسطيني نهائيا، ولا يمكن أن يستدرج، يعتبر نفسه أنه مش ممكن يستدرج نحو الفخ الأمريكي اللي بده يذهب لسلام والسعودية وسلام إقليمي، ويقدم بمقابله إسرائيل عليها أن تقدم تنازلات بما يشبه وعود الدولة الفلسطينية أو مفاوضات. هذه بوابة لن يقبل الإسرائيلي أن يذهب باتجاهها. إذن هذا هو الخلاف، من سيفرض رأيه؟ إذا كان ترامب سيفرض رأيه الإسرائيلي، سننتهي من
موضوع السلام الذي يتحدث عنه حل الدولتين والمفاوضات. إذا كانت كاميلا هاريس أيضا سيفرض الإسرائيلي رأيه لكن بصعوبة أكثر. ونتذكر أنه في عصر بايدن شو قال له بايدن؟ طلب منه تجنب المدنيين، قتل المدنيين، طلب منه عدم ممارسة التجويع، وأمريكا أرسلت مساعدات. شهر 3 صار في مأساة وجوع مجاعة كبيرة، وأمريكا كانت بتناور أنه بدنا نعمل رصيف بحري والمساعدات وكذا، ولم تلزم إسرائيل، ما قدرش تفرض عليها. طلب منه لا يدخل رفح، ومع ذلك دخل رفح، بمعنى أنه إسرائيل حتى في العصر الإدارة الديمقراطية تجد معارضة أمريكية لكن إسرائيل تفرض رأيها. إذا جاء ترامب لا تجد معارضة أمريكية، إسرائيل تفرض رأيها. طيب إذا ما مصير المقترحات الأمريكية التي تطرح بين الحين والآخر؟ نتحدث اليوم عن مقترح جديد وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية تقول بأن واشنطن ستطرح مقترحا للهدنة في غزة بعد مقتل السنوار، وبأن الفرصة الآن باتت سانحة للعودة للمفاوضات. ما الجديد الذي ستقدمه الولايات المتحدة إذن من خلال مسلسل المقترحات الذي لا ينتهي؟ هذه المقترحات تعتمد، قلت، على تصور خاطئ أنه حركة حماس انهارت بعد اغتيال رئيس المكتب، وهذا تصور خاطئ. كل المقترحات كان رفضها حكومة نتنياهو، كل مفاوضات التهدئة، كل مفاوضات وقف إطلاق النار، كل مفاوضات محاولة إتمام صفقة أجهضت من قبل إسرائيل. وبالتالي ما الجديد الذي جعل إسرائيل تقبل؟ اغتيال يحيى السنوار جعل يجعل إسرائيل تقبل وتقدم التنازلات التي كانت ترفض تقديمها، مشكوك فيه. بالتالي هو نوع من تعبئة الفراغ يرافقه جس نبض إذا كانت حركة حماس شارفت على الاستسلام أو لا. وبالتالي أنا لا أتصور أنه هذه المقترحات يمكن أن تنجح. طيب فيما يتعلق بالمخططات في الشمال، شمال قطاع غزة، سيد أكرم، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال اليوم بأنه سنواصل العمل في غزة ضد حماس وبنيتها التحتية، وسوف تنفذ إسرائيل خطة الجنرالات لمحاصرة شمال القطاع. قبل مدة كان الجيش الإسرائيلي يطالب بإبرام صفقة للتبادل، وربما كان يوحي بأنه يريد إيقاف الحرب، واليوم نراه بهذا الموقف. لماذا يبدو الجيش الإسرائيلي هذه المرة يعني يريد استمرار الحرب أكثر من الحكومة الإسرائيلية نفسها؟ شوف، هو هناك تصور خاطئ أنه بنيامين نتنياهو وحده الذي يريد إطالة الحرب ومصلحة الشخصية لبنيامين نتنياهو. الأمر يتعدى ذلك بكثير. بالأمس ماذا قال بني جينز؟ بني جينز قال بعد مقتل السنوار علينا الاستعداد للحرب سنوات في التواجد سنوات في قطاع غزة. هذه المعركة، هذه الحرب، هي صنفوها الإسرائيليون، صنفوها أنها حرب وجود. الأمر يشكل مساسا بالأمن القومي الإسرائيلي. قطاع غزة ظهر منه خطر وجودي، وبالتالي أنا أتصور هل يمكن إسرائيل تنهي الحرب عند هذا الحد وهي تدرك أنه هذه قطاع غزة بروح المقاومة في ألف قطع السلاح وسيعاد المقاومة ضد إسرائيل؟ مظبوط، سنة سنتين ثلاثة ستعيد ترميم ذاتها قطاع غزة، ولكن في إطالة هذا الترميم هو ترميم حالتها الكفاحية، وبالتالي يعتبرون أن هذه المنطقة لابد أن يجهدوا فيها أي روح للمقاومة، يجردوها من السلاح. هذا في إجماع إسرائيلي على استمرار الحرب، وبالتالي المسألة لا تتعلق فقط بنيامين نتنياهو نحقق هذا الهدف وانتهى. لنا أن نتصور أنه ينسحب بنيامين نتنياهو وينهي الحرب الآن ويعقد صفقة، وفي كل هذا الغل وكل هذه الكراهية وكل ما تركه من روح الانتقام بالنسبة للفلسطينيين. غزة مدمرة، مش راح تدمر أكثر من هيك. أما هو حتى الأسبوع الماضي كان بيطلع صواريخ، وبالتالي هم يعتقدون أن عليهم الاستمرار في هذه الحرب حتى تجريد غزة، وألا تستطيع لسنوات قادمة لا إطلاق صاروخ ولا حتى إطلاق رصاصة واحدة. لا ينجح أو لا ينجح هذا موضوع ثاني، أنا فقط أقول كيف يفكر الإسرائيليون ولا أين نحن ذاهبون.
السيد أكرم عطلة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.